السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في القناة، مرحبا والف مرحبا. مرحبا بالبنات الجداد ومرحبا بالناس القدام، نورتوا القناة، مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله نهار جديد، فيديو جديد، غادي نشارك معكم مشتريات ديال الصيف بالنسبة للفتيات، أثمنة مناسبة، بعض المشتريات. نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد السروال، انتما كيف كتشوفوا قطن زوين وكيتيري، انتما راه عنده الطلعه ديالو مزيان، هنا كيجي فوق ما كيجيش تحت الصرا، 39 درهم من إلسي وكيكي. عندي هنا ان شاء الله هذا 39 درهم حتى هو كذلك من إلسي وكيكي، شويرط للصيف حتى هو قطن، قطن ديالو زوين، الثمن ديالو كي شفتو مناسب، حتى هو كيتيري وغزال صراحه، كناخذو منهم دائما كيبقاو زوينين ما كيضيعوش. هذه واحد الكسيوه حتى هي ديال القطن صيفية. هذا من تحت ديال لا جوب مدوبله، من هنا لتحت مدوبله، فيها هاد الشبيكه كتبري، وهذه الثانيه قطن كيف ما كتشوفوا. اليس هاد البنيتات صار كلهم تقريبا تيحماقوا على هذه، وعندها هاد السميطة، ثمن 129 درهم، ثمن مناسب و كاليتي زوينة. عندي هاد سوفيت معاو تاني، فيها الديسان هنايا، حتى هي قطن، ملابس قطنية مبردة واللوين ديالها صيفي، 49 درهم، زوينة بزاف، 49 درهم، زوينة بزاف. كيف شفتو أثمنة أكثر من مناسبة. حتى هادي بول ديال الصيف، عندها هاد الفريفرات هنايا في الجناب، ديكور جديد، هانتوما كيف كتشوفوا. في هاد البنيته هنايا البنوته، توا ب 49 درهم، قطني، كلشي ملابس قطنيه. بالنسبه لهاد الكورسير اولا 69 درهم بروموسيون، زوين وما كيجيش مزير بزاف، ما كيضايقش الدراري الصغار، حتى يلبسوه كيكونوا مرتاحين، ماشي بحال الجينز، هو ملي كيتلبس كيبان بحال الجينز. بالنسبه لهاد السوفيت ما حتى هي فيها هاد اللعبات هنايا، كيف ما كنعرفو كاملين الدراري الصغار عزيز عليهم يلبسوا بحال هاد الشيء، كيبقاو كيلعبوا بيه، زوين بزاف. هادي من دي فاكتو، صراحه نسيت
ما عرفش شحال خديتها، ولكن حتى هي الثمن ديالها رخيص ما غاليش. حتى هذه كترجع كامله كري، عرفتني كتبدل. نتوما كيفما كتشوفوا الثمن ديالها 59 درهم، بروموسيون كانت دايره 129 درهم ودابا 59 درهم. اللون ديالها ابيض غزيول ديال الصيف، هاد سوفيت ما ديال القطن زوينه، فيها هاد الرسمه، هذه الوان ديال الصيف، ثمن مناسب، خديتها ب40 درهم. وهذه كذلك من كيابي، في هذا الرسمة هنايا زوينة، هذه الثمن ديالها 25 درهم. بغيت نشكركم كاملين حبيباتي الغزالات، كل مشتركين قناة طبخ صفصف، بغيت نشكركم كاملين على اللايكات ديالكم، على الدعم، على التعاليق زوينة بحالكم. بلا بكم القناة ديالي ما كانتش غادي تكبر، الحمد لله ماشي كبيرة بزاف، ولكن الحمد لله كان اعتبرها انا كبيرة، عائلتي ولات كتكبر الحمد لله. اليوم غادي نشارككم واحد الفرحة اللي فرحت ليها بزاف، وهي وصول كود ادسنس. واخيرا وصل لي الكود، هذا هو الكود ادسنس اللي صيفطوا ليا. بالنسبه الاخوات اللي عندهم قنوات وكيسولوني شحال المده باش يوصل لك الكود، انا راه وصل ليا في 18 يوم، ما كنتش متصوره انه غادي يوصل بهذه السرعه الحمد لله، وما كنتش كنتسناه، كنت كنقول بعد على الاقل شهر عاد غادي يوصل، ولكن ملي وصل في 18 يوم فرحت بزاف وقلت نفرحكم معايا. سؤال اخر كيجيني انه شحال الارباح كتوصلهم في الادسنس باش كيصيفطوا الكود. ابتداء من 70 درهم، حنا في المغرب ابتداء من 70 درهم تيصيفطوا الكود. وبالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، خارج المغرب، كنظن 10 دولار اللي هي تقريبا 100 درهم مغربية. والاخوات السؤال الاخر اللي كيقولوا ما عرفش كيفاش كيدخلوا الكود او لا شي حاجه بحال هكذا، كيجي هاد الرساله كتجي من هنا مسدوده، ومن هنا تجي، ممكن تجي دايره كامله مسدوده، كتحيد ليها هاد الجناب ما تقطعوهاش لحقاش راه الكود مكتوب هنا. الكود كيكون مكتوب هنا، وهادو الخطوات باش كتدخل الكود، خطوات ساهلين ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه ساهل. انا راني دخلت الكود، يلا دخلته، صراحه ما دخلتوش الوقت اللي كان جاتني الكود، ما دخلتوش في ذاك الوقت، تعطلت بزاف باش دخلته، ولكن ماشي مشكل، ماشي شي حاجه، المهم هو انه وصل. ونصيحه للقنوات اللي يلاه بادين، قنوات صغيره اللي يلاه، اولا البنات اللي يلاه كيفكروا يفتحوا قناه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، اي وقت عندك جيميل ما كتكلفش عليك اكثر من نصف ساعه، ها هي عندك قناه، ها هو عندك كونت ادسنس، ممكن لك تبقى تحط فيها لي فيديو ديالك. غير هو واحد النصيحه، بقاو تحطوا لي فيديو على الاقل مره في الاسبوع وفي نفس التوقيت في نفس اليوم، هذه خطوه اللي كتساعد بزاف ديال القنوات باش كتبقى تطلع في محركات البحث ديال اليوتيوب. بالنسبه عاوتاني لواحد السؤال كيجيني كيقول شحال الوقت باش ملي كتكمل داك 1000 مشترك و 4000 ساعه مشاهده،
شحال ديال الوقت باش كيرجع لك اليوتيوب الرسالة بأنه راه تفعلت القناة. دابا حاليا في 2019 ما بين 15 يوم حتى لشهر كيكون رجع لك اليوتيوب رساله بانه راه قبل لك القناه ديالك او ما قبلها لكش او لا علاش علاش المهم. ولكن في الحاله ديالي انا 3 شهور بقات في المراجعه، ما عرفتش حقيقه السبب علاش، ولكن انا القناه ديالي بقات في المراجعه 3 شهور. درت القناه في شهر جوج 2018، كملت الشهور ما كنتش كنخدم عليها في الاول حتى لشهر 6 تقريبا، عاد بقيت منضبطه شويه في القناه، كنحط مره فيديوهات. كملت الشهور في شهر 10، ولكن ما واخا راسلت اليوتيوب ما كانش جواب. في شهر 11 بدلت الربط ديال ادسنس، كان عندي مربوط بواحد الحساب اخر، رجعت ربطته بحساب من جديد، وبعد ما ربطته بحساب من جديد من بعد شهر رجع ليا في الثاني شهر 12، يعني من بعد ما بدلت الكود ديال الحساب ديال ادسنس الاولاني اللي كنت دايره جاوبني اليوتيوب. ولكن المده باش جاوبني من شهر 10 حتى لشهر 12 هي 3 شهور. صراحه ما دارش عليا سهله، لحقاش ضربت تمارا على القناه صهير، كنت كنسهر، كنت بزاف ديال الحوايج ضربت عليها، ضربت على القناه ديالي تمارا، ما كنتش باغا داك المجهود يضيع هكذاك. سمحت في القناة واحد المدة ودرت قناة أخرى، ولكن منين تفعلت لي القناة الأولانية ديالي صافي سمحت في القناة الأخرى وجيت كنجري القناة ديالي. اللي عندها شي سؤال يمكن ليها تخلي لي في التعليق وغادي نجاوبها بكل فرح. وشكرا لكم مرة أخرى، واللي أول مرة كيزور القناة ما ينساش الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناة. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.